خريدة القاهرة لحامد محمد حلمي. المساجد أسرار. في القاهرة كن على ثقة بأنه مهما بلغت خبرتك بدروبها فستظل على موعد دائم مع الدهشة. دهشة من أعجيب البدايات وعبث المآلات. الأماكن حظها أفضل من بني آدم، ليس فقط لأن عمرها أطول وتمر عليها أيام وسنون بلا عدد، ولكن لأن الأماكن تكتنز قدرة عجيبة على تحويل التاريخ إلى واقع نشعر به ونقدر على لمسه بأيدينا. إن الظلم والاستبداد يورثان اليأس أو الجنون. فالأماكن كما البشر تماما، كل يوم يمر عليها ينقلها من حال إلى حال. فالأماكن كبني البشر تماما، تولد صغيرة وتشيخ مع الزمن وقد تتحرك وتغير أماكنها أحيانا. أكثر ما يسحرني في القاهرة هو طبقات التاريخ المتراكمة بعضها فوق بعض، بحيث أنك تقف مذهولا أمام مكان واحد وقد مرت عليه ألف حكاية في ألف زمن، فتغبط الأماكن على طول أعمارها وعلى كثرة ما رأته وكانت شاهدة عليه. لكل مكان مذاقه وروحه ونفسه الخاص. روح الأماكن هي حكاياتها وذكريات من مروا بها. من دون أن تستشعر هذه الروح ستغدو الأماكن كلها مسخا واحدا عديم الشكل، مجموعة من الحجارة القديمة لا أكثر. الحكايات كالسمك، تأكل الحكاية الكبيرة أختها الصغيرة وتقضي عليها تماما. إن حكايات المكان الواحد بعدد أنفاس البشر الذين زاروا وضفروا حكاياتهم بحكاياته. فالأفكار لا تنتهي بالنفي أو حتى بالموت. تبدو الأماكن أحياناً كمغناطيس عملاق قادر على أن يجذب حكاياته الخاصة مهما بعدت وأينما كان. الأماكن والحكايات هي فقط ما تستطيع معا أن تثبت أن روايات التاريخ ليس مجرد قصص فارغة للتسلية، لكنها حيوات أناس من لحم ودم عاشوا وعاموا في هذا الوطن مثلنا تماما. والأعجب أنهم في لحظة جنون أو عشق اختاروا طواعية أن يتركوا كل شيء خلفهم وأن يضحوا بثرواتهم وبحياتهم ذاتها من أجل ما يؤمنون به. الثورة لحظة جنون دافق، قرار صعب يسري في الإنسان كشحنة كهربية تجعله يؤمن بأن حياته كلها لا قيمة لها من دون الثورة.
يصلح التاريخ أحياناً كي يكون مرآة نتعرف فيها إلى حقيقة أنفسنا ونرى فيها بوضوح الأفكار التي اجتهدنا بقصد أو من دون قصد في إخفائها طويلاً. لا نهاية للمفارقات التي يلقيها التاريخ هازلاً في وجوهنا. فالأماكن تهب أصحابها حياة بعد حياتهم وامتداداً في الزمان والمكان يدوم بدوام البناء. وكثيراً ما تكرر الحكايات بنفسها، متى ستحكى وكيف. أحداث التاريخ عادة ما تكون مضفرة بالأساطير والحكايات. للأماكن قواعدها الخاصة العصية غالبا على الوصف أو التفسير. حكايات الأشخاص تتحول مع مرور الزمن إلى جزء من المكان. الحكايات هي روح المكان.